طبيعي جدا، واللي احنا كلنا عارفينه ان المرأة اقل جراءة من الرجل، ولكن اللي ممكن نكون ما نعرفوش ان في نساء اكثر جراءة من الرجل، وهي النساء اللي هتيجي معانا في حلقة او في القمة في حلقة النهاردة. من وجهة نظر اللي ممكن يختلف او يتفق الكثير معايا فيها، انا شايف ان الحياة اللي احنا بنعيشها اليومين دول الجراءة مطلوبة في كثير من المواقف حتى لو في الانثى. يلا بينا، اهلا باجمل الناس في الدنيا، برحب بيكم كده سريعا، وبرضه سريعا بقول الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، وبدعوكم للاشتراك في قناتنا دي عشان يوصلكم اي حلقات احنا بننزلها. محمد ابو زيد ده على اليوتيوب ونفس الاسم على الفيسبوك، ويا ريت تنضموا لنا كمان عندنا النهارده الساعه 9 بتوقيت مصر لايف، ساعه كامله دردشه والاجابه على اسئلتكم على الانستجرام، وبعد الساعه 10 على الفيسبوك. الروابط دي متثبته في وصف الفيديو، واول تعليق اللي يحب ان هو ينضم لينا. كل نساء الابراج بقى من ال 12 للمركز الاول، كل انثى تتوقع احساسها بنفسها كده هتيجي في المركز الكام؟ وانثى اذكى تقول لنا مين اللي ممكن تكون في المركز الاول. في المركز ال 12 مقارنه بكل نساء الابراج هي العذراويه، الخجل واضح في شخصيه انثى برج العذراء، والخجل ممكن يكون في بعض المواقف شديد جدا لدرجه ان هي لا تبوح. العذراوية حتى ما بتعبرش عن اللي جواها، وحتى في المواقف اللي فيها صخب وصوت عالي تجدها يعني غير موجودة أو غير محبب ليها هذا النوع من الضجيج أو الحركات البهلوانية زي ما احنا بنقول. وكمان هي أنثى بعيدة عن الأضواء، أعلى منها في المركز ال11 وليس بأحسن حال منها في حلقة النهاردة أنثى برج الحوت المائي. أنثى برج الحوت رقيقة أوي وخجولة أوي على فكرة، بالذات مع أول مرة بتتعامل معاك أو مع الناس اللي ما تعرفهاش، عكس نساء القمة. نساء القمة ممكن يكون ما يعرفكمش وأول مرة وياخدوا عليك، وتشعر بجراءة كبيرة قوي في شخصيتهم. في المركز العاشر أعلى منهم السندريلا، سندريلا نساء الأبراج أنثى برج السرطان، كيوت وهادية وخجولة وكثيرا، والتلات إناث دول عامة يحتاجوا وقت كبير على ما يتأقلموا على حد جديد أو ياخدوا عليه أو حتى يمنحوه الثقة. رغم ان احنا هنعلى دلوقتي ونوصل للمركز التاسع، ولكن انثى برج الثور مش جريئة قوي، هي تميل قوي للنساء اللي احنا خدناها. انثى برج الثور متزنة وعندها ثقة كبيرة قوي في نفسها، بس ده ملوش علاقة بحتة الجراءة، هي انثى خجولة بطبعها. انثى برج الثور وايضا تتشابه مع النساء اللي سبقتها انها في المواقف الاولى في اللقاء الاول بتكون متحفظة وبتكون مش عارفة تاخد عليه وبتحتاج وقت. انثى برج الجدي اللي اعلى منها في المركز الثامن نفس الفلسفة، بس انثى برج الجدي اجرأ مقارنة بالنساء اللي احنا خدناها. انثى برج الجدي ممكن اسرع منهم شوية حتى في موضوع ان هي تتكلم وان هي تعبر عن رأيها وتعبر عن نفسها، تاخد على الجو بسرعة ممكن أسرع من النساء اللي هي سبقتها، وممكن أنت تنال ثقتها في الحديث أكتر كمان من النساء اللي سبقوها. أنا بذكركم كده، نسيت أقول يا ريت يا ريت اللي شايف الحلقة دي يعني عجباه يدوس لايك، نسيت أقول لكم عشان توصل لكل أصدقائنا، واللي شايفها مش عجباه يدوس ديسلايك، بس يا ريت يقول لنا ليه مش عجباه، خلينا نكون منطقيين كده ونقرب من بعض أكتر، نعلى أكتر ونوصل كده للمركز السادس عشان نلتقي. السادس نلتقي بأنثى برج الدلو الهوائي، أنثى أو أول أنثى هوائية في حلقة النهاردة، منطقة وسطى حرفيا، لا هي جريئة أوي ولا هي خجولة أوي زي النساء اللي سبقوها، ينطبق عليها مقولة خير الأمور الوسط. عفوا، أنثى برج الدلو في المركز السابع العقربة، ودخلنا في الجد الجد، وخافوا كلكم بقى. أنثى برج العقرب بتتربع منفردة لوحدها كده بدون أي مضايقات أو مزاحمات بالمركز السادس، لا جريئة بقى، ما احنا دخلنا في النساء الجريئة، وإن كانت أنثى برج العقرب ما تحبش تبين، بس هي من داخلها بتتمتع بالصفة دي، ولكن لا تظهرها إلا في المواقف التي تستدعي ذلك، عكس نساء القمة اللي هنتعرف عليهم دلوقتي اللي ممكن يظهروها في أي موقف، هم جراء بدرجة كبيرة أوي. من أول القوسية اللي بتحتل المركز الخامس، أول أنثى نارية الشعنونة، أنثى برج القوس الناري، لا جريئة
رغم التلقائية والسلاسة، بس هي أنثى جريئة وجريئة جدا على فكرة. أعلى منها في المركز الرابع، حد توقع؟ أنثى برج الحمل الناري، جرأة الجراءة، كلها من أجرأ نساء الأبراج إنجاز التعبير، جدا فوق ما تتخيل أو تتخيل. من كتر الجراءة كمان بتاعتها ممكن تتفوق على كثير من الرجال. ما احنا دخلنا بقى في الإناث اللي ممكن في الموضوع ده تتفوق على الرجال نفسها. أعلى منها في المركز الثالث زعيمة العصابة البرنسس أنثى برج الأسد الناري. لا، الجراءة هنا جراءة ما بعدها جراءة. أنثى برج الأسد الجراءة بتاعتها ملفتة وحاضرة وتاخدك. يعني مش هنقول إن النساء دي جريئة بقلة أدب، هي جريئة لمعنى الجراءة، تتكلم، تعبر عن نفسها، تقول وجهة نظرها، تاخد عليك بسرعة، يعني تطرح رأيها سريعا وتقول وجهة نظرها بكل حرية بدون تحفظات. ممكن يتقبل المحيطين هذا وممكن ينزعج منها المحيطين، ولكن هي دي فلسفتها. يعني نساء القمة أوفر عليكم، ما تعرفش يكون في داخلها حاجة وما تعبرش عنها أو ما تقولهاش أو ما تقولش وجهة نظرها. هنعلى أكتر وأكتر عشان نصل أو نوصل بقى للعسل، أنثى برج الميزان الهوائي اللي بتيجي في المركز التاني. لا، جريئة أوي 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 وتتكلم بسلاسة. تقريبا أنثى برج الميزان ما عندهاش مشكلة في موضوع الجراءة ده، ما عندهاش مشكلة أبدا، وتلاقيها اجتماعية أوي ومحبوبة أوي، والناس تاخد عليها على فكرة أوي، ونشيطة كمان. متصدرة نساء الأبراج في حلقة النهاردة هي الجوزائية، أنثى برج الجوزاء قمة الجراءة. الجراءة أبدا لا يمثل أو لا تمثل لها أي مشكلة إطلاقا في حياتها. أنثى جريئة تتعامل مع كل الفئات وكل الثقافات، بس روقها كده لما تبقى رايقة ودماغها رايق. يعني يمكن كمان اللي بيلعب دور كبير مع نساء القمة وبيخليها تيجي في القمة معانا في حلقة النهاردة، إن هي نساء بتحب المشاركة والاختلاط والانخراط في المجتمع عامة. ونساء القمة كمان أقول لكم هي أكتر نساء ممكن تلاقوها اجتماعية ومتعددة الصداقات، أو متعددة إن لهم صحاب ومعارف كتير. ونساء القمة العكس صحيح، يعني كل ما ننزل لتحت نلاقي نساء القاع اللي احنا خدناها في الأول أكتر النساء اللي هي بتميل للوحدة، أكتر النساء اللي هي ممكن تكون مع نفسها شوية، او اكتر النساء اللي ممكن بتمشي بمبدأ صاحب نفسك ترتاح. كل انثى ليها وجهة نظرها اللي مقتنعة بيها واللي بتتعامل بناء عليها. تاني يا بخلة، انتوا مش بخلة ولا حاجة، بس انتوا عيلتي بقى ولازم تستحملوني. بذكركم اللي نسي يدعم الحلقة لو عجبها بلايك، يا ريت يدعمها بلايك، ويا ريت كمان تشاركوا الحلقة دي. كل واحد يعني يشارك الحلقة دي مع 2 بس من اصدقائه، احنا عايزين عيلتنا تكبر. مش هتكبر طبعا غير بيكم. الساعة 9 الليلة ان شاء الله على الانستجرام عندنا حلقة كاملة لايف، وهنجاوب على كل اسئلتكم. بعدها بساعة الساعة 10 على الفيسبوك برضو حلقة كاملة. يا ريت تنضموا لنا من الروابط دي في وصف الفيديو اول تعليق، يعني نتشارك ونقرب من بعض اكتر. ده هدفي، وانا عن نفسي بكون مستمتع قوي بالوقت اللي انا بقضيه معاكم، وهتوحشوني على ما التقي في اللايف بقى.